لما استأذن عمرو بن العاص الفاروق عمر رضي الله عنهما جميعا بإتمام فتح أفريقيا لم يأذن عمر له، وكتب إليه قائلا: لا، إنها ليست بأفريقيا ولكنها المفرقة، غادرة مغدور بها، لا يغزوها أحد ما بقيت. فعمر رضي الله عنه يريد إقرار الإسلام في الربوع التي يحل بها الفاتحون قبل متابعة الفتح. وفي أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه ولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بلاد مصر، ففكر جديا بفتح المغرب العربي وتخليصه من يد الروم، فبدأ محاولاته الأولى ببعث سرايا هاجمت أطراف أفريقيا الشمالية، وأمده عثمان رضي الله عنه بجيش عظيم كان فيه عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر ومروان بن الحكم وغيرهم. وفي سنة 45 للهجرة عين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، عين معاوية بن حديج كأول وال على بلاد أفريقيا للدولة الأموية، فتابع الفتح وكانت أعماله تمهيدا لفتح المغرب العربي. ولما دخل عقبة بن نافع تونس اختط مدينة القيروان لتكون مقرا لجيشه، وفعلا استقر الجيش الإسلامي حقيقة بأفريقيا بعد بناء القيروان. وفي عام 86 للهجرة تولى موسى بن نصير المغرب، فأخضع البربر ونشر الأمن في هذه الربوع، واستطاع أن يفتح طنجة فترك فيها حامية يقودها مولاه طارق بن زياد، وعهد إليه بالعمل على نشر الإسلام في المنطقة، وعسكر طارق بن زياد بمن معه من المسلمين على سواحل بحر الزقاق، وبدأت أنظارهم تتجه نحو إسبانيا في العدوة الأخرى. وعاد موسى إلى القيروان تاركا طارقا ومن معه بموضعهم في طنجة وما حولها. وهكذا دخل الشمال الإفريقي في حوزة الإسلام بحروب عديدة، بل بسلسلة من الحروب استمرت حوالي 70 سنة متوالية. بدأت ببعث استطلاعي قام بها عقبة ابن نافع في ذي القعدة سنة 21 للهجرة، وانتهت بحملة موسى بن نصير الأخيرة الموفقة التي أخضع فيها المغرب الأقصى سنة 90 للهجرة. لقد لقي المسلمون في شمال أفريقيا من الجهل والخسائر ما لم يلقوا مثله في فتح إقليم آخر، ولا يختلف المؤرخون أن موسى بن نصير وطارق بن زياد هما بطل فتح بلاد الأندلس. أما طارق فهو بربري الأصل، كان طويل القامة ضخم الهامة أشقر اللون، نشأ طارق نشأة الفارس، فاشتهر برجولة فذة وأتقن ركوب الخيل وامتاز بقوة بنيته. ولد نحو سنة 50 للهجرة، أسلم على يد موسى بن نصير. وأما موسى فقد ولد سنة 19 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذا فهو من التابعين. وروى عن تميم الداري: أصله من وادي القرى بالحجاز، كان أبوه نصير على حرس معاوية، ونشأ موسى في دمشق وتولى غزو البحر لمعاوية وخدم بني مروان وتولى لهم بعض الأعمال، فكان على خراج البصرة في عهد الحجاج. كان عاقلا كريما شجاعا تقيا، وكان من رجال العلم حزما ورأيا وهمة ونبلا وشجاعة وإقداما، وهو الذي دوخ البربر بعد حروب شديدة ودانت له بلاد أفريقيا الشمالية، وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم. وترك عندهم بعض العرب لتعليم البربر كتاب الله جل وعز وفرائض الإسلام، كما بعث الأئمة والدعاة إلى مدن البربر وفيافيهم، فحمل بذلك رسالة الإسلام إلى القلوب، ودخل البربر في دين الله أفواجا بعد قناعة ومحبة لله جل وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وفي شمال أفريقيا عكف موسى بن نصير على بناء المصانع وتجهيز السفن وإنشاء الأساطيل، وتنبه إلى الخطر الرومي الذي لا يزال يتهدد شواطئ أفريقيا الإسلامية. وحين أكمل موسى عتاده البحري الحربي ترك سياسة الدفاع وبدأ بالهجوم المنظم على جزر الروم،
وتم فتح طنجة وكانت معقلا حصينا للثوار، وترك عليها طارق بن زياد. فتطلع طارق نحو حصن سبتة الذي عجز المسلمون عن الاستيلاء عليه أيام عقبة بن نافع وأيام موسى بن نصير، وكان يحكم سبتة في هذه الآونة رجل يسمى يوليان. أحس يوليان بقوة المسلمين وبضغطهم عليه، فعمل على كسب ود طارق بن زياد أمير طنجة، وكان طارق رجلا سياسيا بعيد النظر، فصادقه ليستعين به على إخضاع من تحت سلطانه من البربر وهم كثيرون، فاجتهد في كسب وده لأن أنظاره كانت متجهة إلى بلاد الأندلس. حكم الأندلس في القرن الخامس الميلادي قبائل تسمى بقبائل الوندال، وفي أوائل القرن السادس الميلادي أغار على أسبانيا قبائل القوط الغربيين، وطردوا الوندال إلى أفريقيا وأسسوا في إسبانيا دولة قوطية قوية ضخمة عاصمتها طليطلة. غير أن أمر القوط ما لبث أن ضعف، وقسمت إسبانيا إلى مناطق ترجع في سلطتها إلى الملك في طليطلة، كما قسم المجتمع إلى طبقات: طبقة الأشراف وهم أصحاب الأموال والمناصب وحكام الولايات وحكام المدن والإقطاعيون، ثم بعدهم يأتي طبقة رجال الدين الذين ملكوا الضياع الواسعة، ثم طبقة المستخدمين وهم حاشية الملك وموظفو الدولة، ثم الطبقة الوسطى من الزراع والتجار والحرفيين وهم سكان المدن وقد أثقلوا بالضرائب، وأخيرا تأتي الطبقة الدنيا طبقة العبيد وهم من الفلاحين والمحاربين والعاملين في خدمة المنازل. تلك هي حال بلاد الأندلس في الوقت الذي كان أهل شمال أفريقيا يتمتعون بحكم المسلمين وينعمون بعدلهم. فلا عجب إذا تمنى الأسبان وبخاصة اليهود والعبيد الخلاص من نير الحكم القوطي الجائر الظالم. واستنادا لتوجيهات الخليفة الوليد بعث موسى بن نصير سرية ليختبر بلاد الأندلس قبل الجواز إليها، وكانت في 100 فارس و400 راجل، جازت البحر في 4 مراكب في شهر رمضان سنة 91 للهجرة، ورجعت بغنائم كثيرة. ثم خرج طريف ابن مالك في سرية أخرى استطلاعية أيضا وكانت ناجحة، مما شجع موسى بن نصير على فتح بلاد الأندلس، فندب لهذا الأمر الخطير الذي فكر فيه وعزم عليه القائد البطل طارق بن زياد، وقد توسم فيه صدق العزيمة وقوة الشكيمة وشدة البأس وصلابة العود، ففوق ما امتاز به من حسن الكلام وقوة البيان والقدرة على التأثير في قلوب سامعيه وما اشتهر به من الإخلاص في الجهاد في سبيل الله، هو رجل هذا شأنه وتلك سريرته خير من ينتخب لهذا الأمر الضخم الجليل. وطارق بن زياد من بربري أفريقيا، فهو بربري وجل جنده كانوا من البربر، فهو يستطيع إذن أن يصل إلى شغاف قلوبهم ويؤثر في نفوسهم ويحسن توجيههم ويأخذ بأيديهم في طريق النصر. وهنا نشهد جانبا من روعة فتوح الإسلام، فهذه هي المغرب، المنطقة التي فتحت بالأمس القريب، يبرز أحد أبنائها من البربر كقائد للجيش الإسلامي العظيم، يعهد إليه الفاتح الذي قدم إليه الإسلام هدية فملأت جوانب روحه وحياته، يعهد إليه بعمل حربي جد خطير، وسيبدي طارق بطولة فذة وشجاعة خارقة وقيادة حكيمة ليحتل بين العظماء مكانا مرموقا خالدا في سجل التاريخ. فأين طارق بن زياد لولا الإسلام؟ وما هي مكانته؟ وأي فتح في التاريخ مسيرته الطويلة كفتح الإسلام؟ أي شعب في العالم أيها الأحبة قام أبناؤه بعد فترة وجيزة ليحملوا فكرة الفاتحين إلى غيرهم من الشعوب والأمم؟ قاموا يحملون حضارة الذين صارعوهم بالأمس إلى غيرهم، وكأن حضارة الفاتحين قد أنزلت إليهم مباشرة فهم حماتها وعلى عاتقهم تقع مسؤولية تبليغها. أي بلد في العالم فتحت أراضيه ثم قام أهل هذا البلد التي فتحت بصدق وحماس وإخلاص لفتح أراض جديدة يبلغونها ما تبلغوا ولو كلفهم ذلك حياتهم؟
لقد قلنا وما زلنا نقول إن الإسلام نسيج وحدة لا شبيه له، لم ينحسر فتحه عن غالب ومغلوب أبدا أو عزيز وذليل، بل انحسر عن وحدة في العقيدة والفكر، وهذا ما لا نجده في أي فتح في العالم قديما أو حديثا. ركب طارق بن زياد السفن في 7000 من المسلمين في شعبان 92 للهجرة، ثم جاءه المدد ب5000 جلهم من البربر، وبينما هو في عرض المضيق على رأس سفينته يتأمل عجائب الكون والأمواج تتلاطم من حوله ويتوجه بقلبه إلى الله عز وجل يلتمس منه العون، ويسترجع في مخيلته سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقاه في سبيل نشر الدعوة الإسلامية من محن وآلام، إذ أخذته سنة من نوم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبوا القسي، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا: يا طارق تقدم لشأنك. ونظر إليه وإلى أصحابه قد دخلوا بلاد الأندلس قدامه، فيهب طارق من نومه مستبشرا وقد طابت نفسه بالبشرى ولم يشك في النصر، وبشر أصحابه بالظفر. ألقت السفن مرساها قبالة الجزيرة الخضراء عند جبل كان يسمى جبل كالبي، الذي حمل اسم طارق بعد ذلك إلى اليوم، فسمي جبل طارق. وكان ملك أسبانيا لوذريق إذ ذاك مشغولا، ولما علم بنزول العرب في أرض أسبانيا أدرك ما يحدق به من خطر، وأخذ السير إلى الجنوب وجمع جيشا جرارا بلغ 70,000 وقيل 100,000، ولكن هذا الجيش المزود بكامل العدة والسلاح لم يثني عزيمة طارق أو يضعف إيمانه، بل أخذ يفتح القلاع والمدن. تابع طارق سيره باتجاه قرطبة متخذا طريق الساحل، ومن ثم اتجه إلى الشمال ومر بين جبلين واقترب من بحيرة الخندق، وهنا عرف طارق عن طريق عيونه أن لوذريق سائر إليه في جنده، وأنه وصل إلى قرطبة ثم تقدم جنوبيها وضرب معسكره هناك واستعد للمواجهة. وحتى هذه اللحظة كان مع طارق 7,000 فقط، فبعث يطلب المدد من موسى ابن نصير لأن جيش لوذريق كما قلنا يبلغ 100,000، فعجل موسى بإرسال 5,000 من خيرة جنده يقودهم طريف ابن مالك وفيهم عدد كبير من العرب، فأدركوا طارقا قبيل اللحظة الحاسمة وقويت بهم نفسه ونفوس من معه. رأى المسلمون جيش لوذريق الضخم بكامل العتاد، ورأى ذلك طارق أيضا، فلم يزدد إلا حماسة واستبسالا، فقام في أصحابه خطيبا فحمد الله جل وتعالى وأثنى عليه، وألقى عليهم خطبته الخالدة التي حثهم فيها على الجهاد والتدرع بالصبر، وبشرهم بالفتح والنصر، فقال من جملة ما قال: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم، وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت، وإني لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة إلا وأنا أبدأ بنفسي، واعلموا أني أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه، وأني عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم لذريق، فقاتله إن شاء الله تعالى، فاحملوا معي، فإن هلكت بعده فقد كفيتم أمره، ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه، وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في هزيمتي واحملوا بأنفسكم عليه، واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله فإنهم بعده يخذلون. استعد لذريق لهذا اللقاء الضخم، فوقف أمام جيشه وأراد معرفة وضع طارق من حيث الاستعداد والعدد والعدد، فرأى علجا من أصحابه قد عرف نجدته ووثق ببأسه، فأرسله عينا ليشرف على معسكر طارق فيخمن له العدد والعدد ويعاين هيئاتهم ومراكبهم، فأقبل هذا العلج
حتى طلع على عسكر المسلمين وأخذ يرقبهم من بعيد، حتى أنه حمل في وجوه من رآه فوثبوا إليه، فولى منصرفا راكضا وحاولوا القبض عليه، إلا أنه فاتهم لسبق وسرعة فرسه. ولما عاد هذا العلج إلى لذريق قال له: أتتك الصور التي كشف لك عنها التابوت؟ فخذ على نفسك، فقد جاءك منهم من لا يريد إلا الموت أو إصابة ما تحت قدميك، وقد صفوا في السهل موطنين أنفسهم على الثبات، إذ ليس لهم في أرضنا مكان مهرب. فخاف لذريق من عاقبة المعركة وتضاعف جزعه، إلا أنه تأمل بنصر محتمل لكثرة عدد من معه وكثرة سلاحهم وقلة من مع طارق مع قلة عددهم. وقف طارق على جواده يرقب جنده فرأى منظرا يريح النفس ويبعث الأمل فيها، رأى جنده قد تألقوا بعمائمهم البيضاء، تلمع سيوفهم في أيديهم ويبرق الزرد فوق صدورهم. فأخذ طارق يتجول بين صفوف جنده يذكي فيهم نيران الحماسة ويؤجج الأشواق للقاء سريع يعقبه فوز باهر، ونظر إلى القوط تتقدمهم الفرسان بدروعهم وأسلحتهم، ومن ورائهم سيل زاخر من العامة يحملون الحرابة والمناجل والفؤوس، وقائدهم لذريق على سريره الكبير الضخم محمولا على دابتين، وعليه مظلة مكللة بالدر والياقوت والزبرجد تحف به البنود والأعلام، وعلى جسمه حلة لؤلؤ قد نظمت بخيوط الإبريسم، ومعه أعداد من الدواب لا تحمل إلا الحبال لربط المسلمين بعد أسرهم، إذ لم يشك في أخذهم، وبين يدي جنده الكثيف من العبيد والمستضعفين، بينما طارق كان في بساطته يحف به أصحابه الذين عمر الإخلاص قلوبهم. وبدأ القتال، بدأ القتال يوم الأحد 28 من شهر رمضان 92 للهجرة. فأظهر فرسان القوط مقدرة عظيمة في أوائل المعركة، وثبتوا لضغط المسلمين من عرب وبربر، وأخذ يوليان ورجاله يخذلون الناس على لذريق ويصرفونهم عنه، قائلين لهم إن العرب جاءوا للقضاء على لذريق فقط، وأنهم إن خذلوا لذريق اليوم صفت لكم الأندلس بعد ذلك. ولم يلبث أثر هذا الكلام الظهر جليا بين جنود القوط، فقد كان كثير منهم يكرهون لذريق كرها شديدا ينقمون عليه، فخرج فرسانه وهم خيرة جنده من المعركة وتركوه لمصيره، وكان ذلك كافيا ليوقع الفوضى في جيش لذريق، فاضطرب نظامه ولاذ من بقي منه بالفرار. لقد ظن لذريق أن العدو المشترك سيوحد بين جهود شعبه المنقسم على نفسه وسيجمع قلوب من معه، ولكن القوط ما نسوا ضغائنهم تجاه لذريق وتجاه مجتمع جزأته الطبقية، واقتنت الطبقة الأولى فيه طبقة الأشراف ورجال الكنيسة من جهد طبقة الدنيا، لذلك لم تغني عن لذريق شجاعته، فخارت قواه ويأس من النصر لما رأى جنده إما ينحدرون وإما ينضمون إلى جيش المسلمين، ويأس أيضا لما رأى المسلمين ينزلون به الضربات القواصم، ويأس أيضا لما رأى طبقة العبيد والزراع والصناع يحسون بارتياح كبير للخطر المحيق بسيدهم لذريق، ويأس كذلك لما رآهم في المعركة يقاتلون في بدئها بجسومهم ونفوسهم معقودة على الهرب أو التراجع. لقد لاذوا بالفرار من الميدان، لن يكسبوا خيرا منه حتى لو انتصر قائدهم لذريق. وأمام هذا الواقع هجم طارق على لذريق كما وعد في خطبته، فضربه بسيفه فقتله، وقيل إنه قد جرحه فقط، ورمى لذريق بنفسه في واد فغرق، وحمل النهر جثته إلى المحيط، ولم يعثر المسلمون إلا على جواده الأشهب على شاطئ النهر وعلى خفه المفضل. انتهت المعركة يوم الأحد لخمس خلونا من شهر شوال، والتي استغرقت 8 أيام فقط بعد قتال شديد من الطرفين، وكان المسلمون يقاتلون العدو في أرضه في هضاب ومفاوز شاقة، لكن إيمانهم العظيم
اكتسح كل الصعاب التي واجهتهم ولم يكن انتصارهم سهلا، فقد قدموا حوالي 3000 شهيد. وبعد مصرع لذريق احتل المسلمون معسكره وغنموا ما كان به، فانقلب تراجع القوط إلى هرب بشكل فوضوي، فاتجه طارق ليفتح المدن الرئيسة في بلاد الأندلس. ويمكن القول إن هذه المعركة حسمت مصير بلاد الأندلس لمدة 8 قرون وأكثر. تابع طارق زحفه ففتح شذونة ثم مورور ثم عطف على قرمونة ثم مال على إشبيلية ثم استجة، وكانت فيها قوة تجمعت من فلول عسكر لذريق، فقاتلوا قتالا شديدا حتى أظهر الله المسلمين عليهم، ولم يلق المسلمون فيما بعد ذلك حربا مثلها، وأقاموا على الامتناع أولا إلى أن تمكن طارق وظفر بأمير هذه المدينة، وكان مغترا سيء التدبير، فخرج إلى النهر لبعض حاجاته وحده، فصادف طارقا هناك قد أتى لمثل ذلك، وطارق لا يعرفه، فوثب عليه طارق في الماء فأخذه وجاء به إلى المعسكر، فلما كاشفه اعترف له بأنه أمير هذه المدينة، فصالحه طارق على ما أحب وضرب عليه الجزية وخلى سبيله فوفى بما عاهد عليه. لقد قذف الله جل وتعالى الرعب في قلوب القوط لما رأوا طارقا يوغل في البلاد، وكانوا يحسبونه راغبا في المغنم ليس غير، لكن طارقا فرق جنده من استجة، فبعث مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك إلى قرطبة، وكانت من أعظم مدائنهم، بعثه في 700 فارس، وبعث سرايا أخرى إلى عدد من المناطق، وسار هو في معظم الجن يريد طليطلة، فاستمر في زحفه وانتهى إلى عاصمة الأندلس دار مملكة القوط طليطلة، وتمكن من فتحها، فجاءته الرسائل من موسى ابن نصير تأمره بالتوقف وانتظار قدومه إلى بلاد الأندلس. توقف طارق حسب توجيهات أميره، وعبر موسى ابن نصير بنفسه المضيق إلى بلاد الأندلس في رمضان عام 93 للهجرة في جيش يبلغ عدده 18,000 عربا وبربرا وغيره، فيهم صحابي واحد اسمه المنيذر الإفريقي رضي الله عنه وأرضاه، وعدد من التابعين من جيل موسى ابن نصير، وكان هدف هذا العبور هو إتمام فتح بلاد الأندلس وحماية المسلمين المتجهين مع طارق نحو الشمال. لقد شعر موسى بأن المسلمين قد استرسلوا أكثر مما ينبغي في بلاد الأندلس، وأن خطوط مواصلاتهم في الأندلس الواسعة في خطر، فقد بقيت مناطق واسعة في شرق بلاد الأندلس وفي غربها لم تفتح بعد، فسار بنفسه يفتح تلك المدن كي لا يفصل الجيش الإسلامي في الشمال عن الحامية الصغيرة التي كانت في قرطبة، وقطع الجيش والحامية معا عن الموانئ الاتصال بأفريقيا. ودليل ذلك أن موسى في الأندلس سلك طريقا غير التي سلكها طارق، ففتح مدنا لم تفتح من قبل، وبعد لقائهما تعاون جميعا، فترك موسى طارقا على قيادة جيشه، وسار كل منهما في اتجاه متعاونين متساعدين، حتى أتم الله جل وتعالى على إيديهما فتح بلاد الأندلس. كانت مدة جهاد موسى ابن نصير في بلاد الأندلس 2 و4 أشهر، ويزيده طارق ابن زياد 1 سنة، ويكون بهذا قد استغرق فتح بلاد الأندلس 3.5 سنين غير سرية طريف ابن مالك الأولى. وقبل أن نختم ببعض الوقفات مع هذا الفتح العظيم، لعلي أذكر تفاصيل خبرين طريفين حصل في هذه المعركة. الخبر الأول أنه تقدم رجل أسود من جيش المسلمين اسمه رباح، كان ذا بأس وقوة، فاختبأ في بستان ملتف بالأشجار لعله يظفر بعلج يقف به على خبر القوم ليستفيد منه المسلمون، ولكنه صعد على بعض أشجار البستان المثمرة لكي يجني ما يأكله، فرآه أعداؤه فشدوا عليه فأخذوه وأسروه، وهم في ذلك هائبون له خائفون منه منكرون لخلقته السوداء، فاجتمعوا عليه
ولم يروا من قبل رجلا أسودا بهذا المنظر، وكثر لغطهم وتعجبهم من سواده، وظنوا أنه مصبوغ أو مطلي ببعض الأشياء التي تسود البشرة، فجردوه من ثيابه وأتوا به على قناة كانت تأتيهم بالماء إلى مكان تحصنهم، وأخذوا في غسله وتدليكه بالحبال الخشنة حتى أدموه وشقوا عليه، فقال لهم بالإشارة إن الذي به خلقة من الله جل وعز، ففهموا إشارته وتركوه وكفوا، واشتد فزعهم منه، ومكث في الأسر 7 أيام لا يتركون التجمع عليه والنظر إليه، إلى أن يسر الله جل وتعالى له الخلاص ليلا، وكان في ذلك الأسر خير عظيم للمسلمين، فقد جاء هذا الأسير بعد ذلك رباح إلى المسلمين يخبرهم بشأنه ويعرفهم بالذي اطلع عليه من شأنهم وموضع تزويدهم بالماء ومن أي ناحية يأتيهم، فسد المسلمون منفذ الماء وحسم الموقف بعد حصار كاد أن يطول. أما الخبر الثاني فهو عندما حاصر موسى ابن نصير مدينة ماردة واشتد الحصار على أهلها، دعا القوم إلى السلم، فأرسل أهلها إليه رسلا، فدخلوا على موسى أول يوم من مفاوضات، فإذا هو شيخ كبير أبيض شعر الرأس واللحية، لقد ذهب أثر خضابه فظهر الشيب عليه، وعادوا له في اليوم التالي وكان قبل عيد الفطر بيوم واحد، فإذا هو قد صبغ لحيته فجاءت كما وصفها المقريزي كضرام عرفج، أي كالنار في لونها، والعرفج شجر شديد الالتهاب، أي أصبحت لحيته حمراء اللون، فتعجبوا من ذلك، وعادوا له في اليوم الثالث فإذا قد سود لحيته، فازدر تعجبهم منه، لأن أهل الأندلس لم يعرفوا الخضاب ولا استعماله قبل الفتح الإسلامي، فقالوا لقومهم بعدما رجعوا إننا نقاتل أنبياء يتخلقون كيف شاءوا ويتصورون في كل صورة أحبوا، كان ملكهم شيخا ثم صار شابا، والرأي أن نقاربه وأن نعطيه ما يسأل، فما لنا به من طاقة، فأذعنوا عند ذلك وأكملوا صلحهم، وفتحت المدينة يوم عيد الفطر الأول 94 للهجرة. وأخيرا فهذه 6 وقفات سريعة مع فتح بلاد الأندلس، هذا الفتح العظيم. أولا، الذين يظنون أن التاريخ لا يستعاد إلا باعتباره ماضيا ولا مخطئون مرتين، واحدة في حق شعوبهم التي هي حاضر ماضي الأجداد والآباء وأيضا مستقبل الأبناء والأحفاد، والأخرى في حق التاريخ نفسه، لأن التاريخ لا يعرف منطق الحلقات المنفصلة، فهو كالسيل المنهمر في الزمن والمتصل الحلقات، بحيث لا يأتي وحده إن لم يكن وراءه قوة تدفعه، وتلك القوة هي قوة الذين يديرون دفة التاريخ. وأظن أن جزءا كبيرا من هزائمنا اليوم بل جميعها وليد غياب الأمر الذي بدونه لا تستطيع أمة صناعة مستقبلها والتحكم في حاضرها. إن القرآن الكريم يعرض علينا مصائر الأمم السالفة، لا من أجل الحكايات بل لنملك حاسة الوعي التاريخي والحضاري. هكذا يقول لنا القرآن الكريم: انظروا جيدا إلى الماضي لكي تسيروا بثقة إلى المستقبل، إن مصائبنا اليوم راجعة كلها إلى أننا لم نعد نحفل بالتاريخ الذي وضعناه خلف ظهورنا، واهمين أن المستقبل له طريق مختلف أبدا، وناسين أننا نجر وراءنا هذا التاريخ بكل خيباته وهزائمه شئنا أم أبينا. ولذلك كان من الطبيعي جدا أن نتخبط اليوم في حياتنا ونتعرض لأبشع أنواع الظلم والاحتلال والتخلف والتجزئة، دون أن يكون لنا ناظم لسلوكنا أو منطق سليم لسياساتنا. لقد قرأ اليهود تاريخنا وعرفوا كيف يتسللون إلى ديارنا وأن يسرقوا قدسنا، ودرس الغرب ثقافتنا وتجاربنا الحضارية وأدركوا أين يوجد المقتل فدخلوا منه. إن وراءنا 15 قرنا من التجارب مع اليهود، ومع ذلك ما زال فينا من يثق بهم ويريد أن يعقل معهم سلاما. هذا مثال واحد فقط على التخبط وغياب وعينا التاريخي والحضاري، فهل لنا من عودة
إلى تاريخنا لنستمد منه ما يعزز مواقفنا في حاضرنا ومستقبلنا؟ وأظن أن في فتح الأندلس تاريخا عريقا ودرسا كبيرا يستحق الوقوف والتأمل والاستفادة، والأهم هو أن نعتبر بعد ذلك بسقوط الأندلس وكيف سقط ولماذا ذهبت، ذلك الحدث المؤلم الذي لم تستفد الأمة منه إلى الآن كما ينبغي. ثانيا، إن فتح المسلمين لبلاد الأندلس معجزة في ذاته، إذ لا يصدق المرء وهو يتتبع ويقرأ أخبار هذا الفتح العظيم أن الذين كانوا يقومون به بهذا النظام وبهذا النظر البعيد وبهذا التخطيط الدقيق وبهذه الدقة المتناهية إنما كانوا بربرا لم يسبق لهم عهد بالنظام ولا بالجيوش ولا بالمعاهدات. البربر شعب فوضوي لا يعرف النظام ولا يعرف الدقة أبدا. لقد خطى الإسلام بمعتنقيه خلال القرن الأول بضعة قرون للأمام، فهذا تاريخ الرومان في أفريقيا مثلا، لم يوفقوا إلى تحضيرها على نحو يقارب ما فعله الإسلام ولو من بعيد بعد بضعة قرون، فما بالك وقد فعل الإسلام ذلك في نحو نصف قرن من الزمان. إن الإسلام يصنع من الناس غير الناس، ومن الأشخاص غير الأشخاص، ومن الأمم غير الأمم. إنه دين عجيب يعيد صياغة الفرد والمجتمع والدولة والأمة، فيجعل منهم نماذج وقدوات وأحياناً رموزاً يعجب الإنسان من فعالهم وسلوكهم وأخلاقهم وتصرفاتهم وجهادهم. ثالثاً، إن شخصية القائد الرائعة الباسلة طارق بن زياد والدين الذي كان يحمله كان لها دور رئيس في تحقيق الفتح العظيم. إنه رسالة الإسلام المجيد بما يحويه من إخاء وإنسانية ومحو للطبقات وللطبقيات وتخليص للشعوب مما فيها من استعباد وضرائب واستغلال. إنه طارق بن زياد الذي بنى مجده بيمينه وعرقه، وبنى أعماله على شجاعته وصدقه وصبره واعتماده على الله عز وجل. لذا فإن هذه الشخصية تستحق الدراسة والتأمل. وقبله أميره موسى ابن نصير الذي قاد الجهاد في بلاد الأندلس. عندما دخل موسى بلاد الأندلس مجاهدا فاتحا كان عمره 75 سنة، ممتطيا جواده يهبط في وديانها ويرتفع على صخراتها، يتحرك فيه إيمان بالله العلي القدير، فتسمو نفسه وتتجدد طاقته وتحدوه إعلاء كلمة الله عز وجل ورفع رايته في كل مكان، فيندفع قوي الجنان رغم ما على رأسه من الشيب الوقور، يقوده إصرار المعتقد الواضح وهمة الإيمان الفتي، وتفتق طاقته كلمة الله عز وجل وتقيم قوتها إيمانا يعلو على أي اعتبار. رابعا، مما ساعد على هذا الفتح العظيم روح الكراهية التي كانت كامنة في نفوس أهل الأندلس ضد حكامهم وطبقيتهم، هذا جانب. وجانب آخر، الفساد الأخلاقي الذي تغلغل فيهم، فلم يكن عجبا أن تسقط مملكة ولو كانت عظيمة في ظاهرها بيد عدد قليل من المؤمنين المخلصين الذين يسوقهم دينهم إلى الجهاد لاعتقادهم أنهم مرسلون لهداية البشر كافة. خامسا، وبعدما أتم الله جل وتعالى هذا الفتح توزع كثير من المسلمين قادة وجندا، توزعوا على المناطق لإدارتها والإشراف عليها والدعوة إلى الإسلام فيها، وكل هذا يدعو إلى الإقامة الدائمة في أرض وبلاد لا يعرفها من قبل وهي غريبة عليه في كل شيء. ومع ذلك يضحي هذه التضحية العجيبة في التخلي عن وطنه الأصلي والبعد عن أقربائه وخلانه والبقاء في تلك الأرض البعيدة يدعو إلى الله عز وجل، وكثير منهم مات ودفن هناك. إن الدعوة إلى الله تستلزم من أصحابها أحياناً أن يفارقوا مألوفاتهم، وقد تحتاج الدعوة منهم أن يتخلوا عن بلدانهم وأوطانهم ليقيموا في أماكن أخرى ويكونوا نواة لعمل إسلامي جديد، ولا يمكن أن تنتشر الدعوة إلا بمثل هذه التضحيات. وأخيرا وبعد ذلك المجد التليد،
ضاعت الأندلس. نعم ضاعت الأندلس، وإن ضياع الأندلس لتعد صورة مأساوية لضياع مجد المسلمين وحضارتهم وعزهم في التاريخ، لكنها كذلك صورة للتخاذل الإسلامي عن النصرة وانشغال المسلمين بأنفسهم وبالدنيا وعمق التشتت والانقسام والتناحر في الأمة. وما أشبه اليوم بالأمس، ما أشبه اليوم بالأمس، الأندلس كانت تقع بين البحر وبين الجبهات الصليبية المتعددة التي كانت تتربص بالمسلمين الدوائر، فظلت مدة 8 قرون، أي منذ فتحها القائد المسلم طارق بن زياد، تغالب النصرانية بالإسلام وتقاوم تحرشات الصليبيين، لكن دولة الإسلام كانت ماضية نحو الإضمحلال والتفرق بسبب الأمراض الداخلية التي إذا تفشت في حضارة أهلكتها، وبفعل العوامل الخارجية المتمثلة في الممالك النصرانية التي كانت تتجمع لغزوها وتنتزع تباعا قواعد وثغور دولة الإسلام. حتى إذا كان القرن 8 الهجري لم يبق في دولة الإسلام الشامخة في بلاد الأندلس سوى مملكة غرناطة الصغيرة فقط، تواجه لوحدها أعداءها الصليبيين الذين قد تجمعوا حول قصعتها، والتاريخ يعيد نفسه. النصرانية اليوم تتجمع مرة أخرى وباسم الصليبية لتحارب المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، تبحث عن الضعيف لكي تفتك به ليكون عبرة لمن بعده، ولا خلاص للأمة من هذا الرق إلا بالعودة إلى هذا الدين، وأن نعد لهم ما استطعنا من قوة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الزوال الذي يدمي القلب هو زوال الملة لا زوال الدولة، والأندلس مثال على زوال الملة، والذي نخشاه اليوم هو زوال الملة في كثير من البقاع التي تعاني من الهجمة الصليبية الجديدة المعاصرة، والله المستعان. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان، وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان، وأين ما حازه قارون من ذهب، وأين عاد وشداد وقحطان. أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا، دها الجزيرة أمر لا عزاء له، هوى له أحد وانهد ثهلان. أصابها العين في الإسلام فامتحنت، حتى خلت منه أقطار وبلدان. فاسأل بلنسية ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان، وأين قرطبة دار العلوم، فكم من عالم قد سما فيها له شان. وأين حمص وما تحويه من نزه، ونهرها العذب فياض وما الآن. قواعد كن أركان البلاد، فما عسى البقاء إذا لم تبق أركان. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف، كما بكى لفراق الإلف هيمان. حتى المساجد قد أضحت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان. حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. أعندكم نبأ من أهل أندلس، فقد سرى بحديث القوم ركبان. بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. ولو رأيت بكاهم عند بيعهم، لهالك الأمر واستهوتك أحزان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم كثيرا.